هل تسلم على الاخوان تاع الكل والالجيريان وربي يساعدنا في لا رمضان في البلاد خير نجيو سبيسيالمون لهنا باش نحسوا شويه مع الزنابيه هذه مع الصواكي هذو وكلش باه نحسوا شويه رمضان جايين 30 كيلومتر نخدموا زين شويه في رمضان الريتم يقوى شويه ولا مش كيما العام الكل وهذا كهو في رمضان هنا كاتشي ما حي شعبي ولا يشابه ياسر البلاد فرانشمون تحس روحك كيما في البلاد احنا بالحكم عندنا ياسر معناتها هنا في فرنسا تو يعني تعودت على هنا نروح ساعة اخر جمعة نعدوها غادي ابين نبدو نعطش ولا باش نجوعوا يشقوا الفطر احنا هنا مازال بدينا نعطش ونبدينا يعني العشرة ولا السبعة متاع العشية فما فرق كبير de mémoire. هذا الشيشامي مصري هذا الشيشامي هو العصفور مصري العصفور هو اللي لهينا بالقرياد وبصلاية المشوية والبريك فهمتني ما شاء الله عليه العصفور وهذا الزباين نتاعنا نتاع العادة هذا اللي كليهم في دار نتاعنا بصلي على النبي الخير موجود كل شيء الحمد لله تونس وعدها شنو في البلاد رمضان في البلاد مش لهني يعني لا غالب رمضان في تونس حكايه فارغه 100% تونسي هو في تونس اما في الخارج ديما مش كيما في تونس اما هنا هكا نحاولوا باش نحطوا روحنا في رمضان فريمون اون ديري في تونس باقي ديما في البلاد ديما خير ما شاء الله الفطور بتاع التوانسة الكسكس بتاعهم حار جدا 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 راني بعيط خلاص رمضان كيما الناس الكل مره في الدار مره في الريستورون بلوتو اكثر حاجه في الريستورون بالطبيعة ما تلقاش جو نتاع تونس مش كيما لهنا ما باقي فما نخلقوا شويه جو نتاع تونس نخلقوا ديما نلوجوا على الامبيونس نتاع لا فامي تاع العائله التونسيه الماكله التونسيه والله يا اخي جو رمضان نخدموا الصباح وفي الليل راك تشوف اخوة كنا توانسه نتلاقوا ناكلوا مع بعضنا الليله عندنا اصحابنا باش نتعشوا مع بعضنا حابين نخرجوا برا شوفوا تعشوا مع اصحاب فيرستون بايس تونسي جو تونسي. نعديو النهار صعيب شويه شق الفطر 10 و3 دقائق والحمد لله ربي كل شيء بصبر ولاباس نصليو هنا في الجامعه قريب خطوه ونجيو نشقوا الفطر لهنا بحذاهم ديما كل يوم. بون بالنسبه لجو رمضان تنجم تقول جو رمضان تونسي 100% على الطريقه التونسيه يجونا برشا كليونات توانسه. مخلطين ساعة يجونا فرنسيس وكلهم من البي مغربا جزيرية مغاربة وفرحانين ياسر بالأكلة التونسية ويحبوا ياسر الماكلة التونسية